فير بلاي. جايلكم من جديد في فير بلاي، متواصلين من توا حتى المرة 3:30 ونبداو في استقبال ضيوفنا. كما قلت زيارة اللاعب يوسف المساكني لبلدية تونس خلت برشا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا في بعض المواقع الإعلامية حول أسباب الزيارة هذه. حابين ناخذوا التفاصيل الكل من عند رئيس لجنة الشباب في بلدية تونس، اللاعب الدولي السابق في كرة اليد عماد الدبابي. عمد أهلا بك. مرحبا بك اسلام، ومرحبا بكل مستمعيك اكسبريس اف ام. اهلا وسهلا بك سي عماد. به لو كنت توضح لنا سي عماد، عندك اسباب الزياره هذه اللي عندها تقريبا اسبوع تو هكا. والله تفاجات، انا تفاجات على الضجه اللي صارت على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في العديد الاذاعات والتلفزيون. الحقيقه راهو يوسف المساكني راهو قائد فريق المنتخب الوطني، ونعرفوا اللي في الفتره الاخرى المنتخب الوطني ترشح للنهائيات بطوله افريقيا، وعندي علاقه انا من قبل مع يوسف المساكني، تقابلنا مع بعضنا قعدنا نحكيو، هزيته معناتها للرئيس البلديه باش نكرموه هو كلاعب كقائد فريق نتاع المنتخب الوطني، وجبنا زوز مراول وعملنا كل الجلسه هذيك فقط. معناتها لا فما مشاريع ما فما حتى شيء، حتى اذا كان فما حاجه ما فماش علاش باش نخبيوها سلام. احنا ابريتو يوسف المساكني ولدنا وشرف الرايه الوطنيه، وما فماش علاش احنا كبلدية تونسي شرفنا باش نتعاون مع يوسف المساكني، ولا مع اي لاعب تونسي ينتمي للمنتخب ما عندناش حتى مشكل. بتاتر هو صحيح انا حكيت انا وياه، معناتها خاطي رئيس البلديه هو يحب يستثمر في تونس ويحب يستثمر في الرياضه، قاعد يخمم هو اذا كان احنا كبلدية تونس فما حاجه باش نعاونوه بها ما فماش علاش. اما الى حد الان نحب نقول اللي راهو ما فما حد شيء، جوست زياره معناتها الرئيس البلديه حبينا نكرموه هو كقائد المنتخب بالترشح نتاعنا كما قلت لك البطوله الافريقيه لا اكثر ولا اقل. شفت برشا كلمات، فما اللي يقول المسبح، فما اللي يقول ملاعب، فما شكون قال بعنا جمله المسبح. باش نجيك لهذا نحكي. خلينا نحكي معك على التكريم الساعة عماد. قلت اخترنا يوسف المساكني، علاش الاختيار على المساكني بالذات؟ مثلا ما كانش معاه مثلا المدرب الوطني منذر الكبير ولا مساعد عادل السلمي، ولا معاه مثلا شكون من الجامعه؟ كي حكيت احكي لي انت في السياقه نتاع التكريم. انا بيوسف المساكني علاقه صديقه قبل ما نكون انا معناتها رئيس لجنه الشباب ورياضه بلدية تونس، راهو صديق من اللي كان يلعب في الترجي الرياضي التونسي، اصدقاء معناتها. كي قعدنا نحكيو قلت له هو حب هو بيدو الحقيقه حب معناتها باش يقابل شيخ المدينه، ما خذيت له موعد ومشينا قبلنا شيخ المدينه، معناتها اتيت راميكال معناتها ماهيش فماش كل بروباغندا لا بروفوني، معناتها حتى التصويره اللي تداولت على المواقع في التواصل الاجتماعي حاطينا في اللايف ستريمينغ نتاعنا نجمو تشوفوها. خذوها من الصفحه نتاعي معناتها الصفحه نتاع البلديه ما هبطتهاش. فهمتك. على الصفحه نتاعي وحتى انا شو كتبت في الصفحه نتاعي، كتبت يوسف المساكني اونتر كيمين نمس اللي هو مشهور بالكلمه هذيك، معناتها ما فما حتى شيء. العباد اولتها، الصحفيين اولوها، صحيح لو باساج نتاع يوسف المساكني مع شيخ المدينه ما يلزمش يتعدى الى برشيد، استثمروها اعلاميا وحبوا يحكيوا، انا هاني وضحت الامور اون برانسيب ما فما حتى شيء. اذا كان فما حاجه ما فماش علاش باش نخبيوها يا اسلام، نوروا الراي العام ونحكيوا ونقولوا للناس الكل ايش فما فماش. ابريتو كيما عاودت وقلت لك من الاول يوسف المساكني مشرفنا لبرا وشرفنا في تونس وقائد المنتخب، ويشرفنا جدا باش نتعاملوا معاه في نطاق شراكه ولا في اي نطاق اخر. خويا انت قلت لي القاعده كانت عطاها ميكالمون، نجموا نعرفوا شنو تناول اللقاء بيناتهم ولا؟ والله تلونا على الحديث، حكينا على قطر، حكينا على اللي هو انا بيرسونيلمون حكيت له قلت له مشاريعك المستقبليه اسكو انت ناوي باش تدرب ولا ناوي باش تستثمر. هو الحقيقه قال يحب يقعد في الرياضه، يحب يعمل دي زكاتيني في الفوتبول، يحب يقعد مع الصغيرات، يقعد يكون في روحه، هو واعي معناتها اللي هو معناتها قاعد معناتها في الفان تاع الكارير نتاعو، حاجه باهيه اللي هو قاعد يخمم مادام وهو قاعد يلعب، حاجه باهيه برشا. ونعرفوا برشا ملاعبيه كيفاش الحقيقه ما خموش في الكارير نتاعهم البلان ابري كارير. هو قعدنا نحكيو كيف كروسو مودو على قطر وعلى الرياضه في تونس، على كره القدم، حكينا على التراجع، حكينا على السي او سي ويسك، هو حكينا على ابوه منذر المساكني
اللي قتلوا بوه كان ملاعب كبير وكذا قعدت نفسر لجهة المدينة. هذا إيش حكينا معنا تحكينا؟ وإذا كان فما حاجة يا إسلام راه والله العاوز أقول هذا رانا مانيش باش نخي مانا نعمل في حد شيء ما دينا كان فما حاجة باش نقوله لكم باش نخرجوا للإعلام وباش نقوله لو فما حاجة في نطاق شراكة ولا في أي حاجة أخرى باش نعملوها مع يوسف الزيتي ولا مع غيره. ما هو الكلام اللي خرج عمدة قال لي حبي يكري المسبح البلدي هكا نتاع بالفيدير ما يتكريش المسبح البلدي كيفاش نكريه مسبح بلدي احنا تعرف المسبح البلدي نتاع بالفيدير يلزم اعتمادات كبيرة وتوا حاليا بالظروف اللي تعادى بها البلاد وحتى بلدية تونس تعدينا بظروف كبيرة ماك تعرف كورونا وتعقيم وإعانات وكذا وعنا برشا الموارد شحيحة في البلاد حتى يجيش نعملوا حاجة باش ندخلوا في نطاق شراكة معناتها كلك سواء مع يوسف ولا قبل التراجي إذا طلب ولا أي مستثمر معناتها إذا كان باش نعملوا حاجة باش نعملوها معناتها في كل شفافية وكل وضوح ما فماش علاش باش نخبيو. وتصير بابيل دوفر نورمال الحكاية هذه أكيد أكيد يصير بابيل دوفر في نطاق بابيل دوفر في نطاق شراكة بيان سور يصير في نطاق شراكة البلدية لازم تحمي حقوقها والمستثمر اللي باش يجي باش يحمي حقوقه ونحن ديما نخمو البلدية على لوكوتي سوسيال على خاطر ماك تعرف المستثمرين يجي باش يحط فلوس ويحب احنا ديما هذاك علاش لقينا تو شوية مشاكل في التمويل نتاع مسبح بالفيدير في الشراكة في البي بي بي خاطر ديما المستثمر عنده الصبغة الربحية وهو عنده الحق ونحن ديما نخمو في لوكوتي سوسيال هذاك ان شاء الله نلقاو التوليفة اللي بينات هذي الزوز وبقدرة ربي مع يوسف ولا مع اكس ولا ايكغريك ما فما حتى مشكل مع اي واحد مرحبا بيه. باه يا عمدة خلينا نستغل وجودك معايا ما عرفتش لو كان تحب تجاوبني كيما كيما ما عندكش جواب ميساج ملعب زويتن ميساج فما جديد فيه ولا ملعب زويتن امور واضحه ملعب زويتن 5-5 اللي مطلوب منا الكل عملناه ملعب زويتن داير في الفتره اللي فاتت لعبوا فيه البراجات الارضيه عاودناها الكل في حاله جيده جدا عملنا بدلنا السياج اللي داير بالملعب تكلفنا ب 180 الف دينار عنا اعتمادات توا 170 مليون ان شاء الله باش نعاودوا نزيدوا نعليوا بها الفلوس نجموا نستغناو كل مومو على الفلوس خاطر ماك تعرف اسلام توا لو نومبر ريدوي دي سبيكتاتور نجموا نستغلوا كاليغرادا معناتها ال 2000 و 3000 ما عندناش فيهم مشكل عندنا مشكل بتاتر كي باش ناخذوا 8000 على خاطر الامن قال لك الحديد السياج الحديدي اللي في الفلوس قصير لازم نعليوا فيه الاعتمادات موجوده وان شاء الله كل الشروط باش تخرج اون تو لي كا نحن ملعب شادي زويتن امور واضحه ما عندنا حتى مشكل نستناو سلطه الاشراف هي باش تعين فيها المقابلات نعرفوا توا ملعب المنزه اللي هو ماهوش اوبيراسيونيل ملعب زويتن ما نجمش يحتضن البطولات الكل والكم الهائل تاع المقابلات معناتها اون برانسيب ملعب زويتن جاهز ونحن كبلديه تونس جاهزين قمنا بالواجب نتاعنا وما عليك ان سلطه الاشراف هي اللي باش والرابطه هي اللي باش تعين المقابلات غادي معناها اليوم جاهز باش يحتضن المقابلات وعنده تراخيص الكل الملعب اكيد اكيد عنده تراخيص الكل حتى توا باش نعاودوا الراتل ونحن ان شاء الله بقدره ربي اللجنه نتاع لوكاسيون باش تعاود تزور وتعطينا اسكو عندي هشي احترازات كلكو بوان معناتها احتياطيا باش احنا ما نتفاجئوش على دري مينوت وبقدره ربي نحن اون برانسيب امورنا واضحه معنا حتى اخر زياره وقتاش كانت هي؟ نتاع لوكاسيون عندها مده اخر زياره من قبل ما توفى الشامبيونان عملناه ماك تعرف الشامبيونان كانت واقفه وبعد جات الكورونا اما نحن في الفتره هذه الحقيقه ما قعدناش مربعين فيها قال الراجل خدمنا معناتها وعودنا برشا حاجات طلعنا برشا حاجات الجازون الكل عودناه الحمد لله توا قاعد يطلع الجازون في حاله جيده جدا امورنا الكل 10 على 10 قلت ربي يعطيك الصحة شكرا لك سي عماد شكرا ميرسي. عماد الدبابي رئيس لجنة الشباب والرياضة في بلدية تونس على كل التوضيحات